بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر بأن الكيان الصهيوني الآن هو في أزمة كبيرة، أزمة وجودية، وتحدث الأمريكيون عن هذا الأمر، وبالتالي أتى موقف الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إرسال كل هذا الدعم لإعطاء المعنويات أولا للجيش الإسرائيلي وأيضا لترهيب محور المقاومة. لكن لا ننسى بأن المقاومة الفلسطينية على مدى السنوات الماضية من خلال يعني هذا اجتماع محور المقاومة وما أسمي بتوحيد الساحات أسست إلى منظومة قوية جدا، وهذا ما اعترفت به إسرائيل، وهذا ما أيضا تخاف منه الولايات المتحدة الأمريكية حال دخول الجيش الإسرائيلي في معركة برية مع المقاومة الفلسطينية. نعم هناك فروقات ما بين المقاومة اللبنانية، هذا بحسب الأرض، بحسب الامتداد الجغرافي، لكن المقاومة الفلسطينية أصبحت تملك ردعا كبيرا في داخل فلسطين المحتلة. ولا تنسى بأن أيضا محور المقاومة سيكون بجهوزية كاملة إذا ما كانت المقاومة الفلسطينية في خطر، إذا ما حاول العدو الصهيوني أن يدمر غزة وأن يدخل برية من أجل أن يستفرد بالمقاومة الفلسطينية. حضرتك ترى بأن المعيار الذي سوف يوحد فعلا الساحات كشعار فعلي على الأرض لوجستيا وعملياتيا هو الدخول أو الاجتياح البري من قبل العدو الإسرائيلي لغزة؟ ليس الاجتياح البري، مفاعيل الاجتياح البري. هل ستستطيع القوات الصهيونية أن تتوغل داخل غزة وأن تضرب مواقع مهمة للمقاومة الفلسطينية؟ هنا السؤال. حتى الآن المعلومات الواردة من غزة بأن المقاومة الفلسطينية هي بخير، ما زالت قوية، ما زالت تنتظر هذا الدخول، لكن إذا أحس محور المقاومة بأن هناك شيئا تتعرض له المقاومة الفلسطينية فإنه سيتدخل على الفور، لأنها تمثل جزءا لا يتجزأ من هذا المحور. هناك حسابات دقيقة في هذه الحرب، حسابات دقيقة جدا، ولذلك محور المقاومة يقوم بدراسة هذه الحسابات بشكل دقيق، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بدراسة هذه الحرب. إذا اندلعت الحرب سيكون هناك أشبه ببركان يعني في المنطقة بشكل كبير، هم يدركون هذا الأمر. في البنتاغون يناقشون موضوع الحرب البرية التي ستقوم بها إسرائيل إلى غزة، ودرسوا منظومة الدخول من خلال الدراسة النفسية للجيش الإسرائيلي، ووجدوا أن نسبة كبيرة من جنود الاحتياط لا تستطيع وليس لديها لا الدافع النفسي ولا حتى الدافع الإيديولوجي، وهم من الجيل الجديد ليس من الجيل القديم الذي كان يؤمن بالقضية اليهودية. أيضا محور المقاومة هو لا يتطلع إلى أشعال حرب كبرى في المنطقة، لذلك هو يتروى في هذا الأمر، هو يقول بأن هناك خطوط حمراء، إذا قطعت هذه الخطوط سوف يدخل إلى هذا الأمر. أعتقد أن المعركة الكبرى هي ليست ما هي أستاذ علي الحال. عفوا ما هي الخطوط الحمراء من وجهة الخطوط الحمراء؟ نعم الخطوط الحمراء هي المزيد من المجازر والدمار في غزة ومضايقة المقاومة الفلسطينية، أو الوصول إلى حالة تقول فيها المقاومة الفلسطينية نحن في أزمة، هذه هي الخطوط الحمراء. لكن هذا لا يعني بأن محور المقاومة سيقف متفرجا، هناك صراع كبير على الحدود الشمالية ضمن قواعد الاشتباك. لكن شوف يعني أستاذ رائف هذه المعادلة، العدو الإسرائيلي يتكتم على خسائره هناك لأنه محرج في فتح جبهة أخرى، المقاومة تقوم بعمليات دقيقة وبإطلاق صواريخ موجهة، وهناك قتلى وجرحى بالعشرات داخل الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى رحيل المستوطنين. إذا محور المقاومة يقوم بدوره في هذه اللحظة، لكن هو يقول دائما بأن لحظة الحرب الكبرى هي بتوقيته هو وليس بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية ولا بتوقيت بنيامين نتنياهو، الذي يمكن لأنه الآن هو في أزمة سياسية يعني ستنهي حياته وتنهي حياته السياسية وقد يدخل السجن، قد يسعى إلى لحظة جنونية يريد أن يورط فيها الغرب كامل الغرب بالدخول في هذه المعركة. محور المقاومة يقوم بهذه الحسابات. موقف الصين كان أيضا موقفا متوازنا، لكن الموقف الأبرز كان الموقف الروسي، يعني هو موقف متميز جدا، موقف جريء جدا، يبنى على هذا الموقف الروسي الذي ألمح إلى أن
روسيا لن تبقى أيضا مكتوفة الأيدي أمام كل هذه المجازر وأمام التدخل الأمريكي في المنطقة. وروسيا اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي من تثير الصراع في المنطقة. يعني هناك الآن فصل كبير بين دول العالم، محور المقاومة بالإضافة إلى شركائه الذين هم على رأسهم الصين وروسيا يستطيعون الآن إذا ما كان هناك قرارا جريئا خصوصا من الصين، وأنا أؤكد على هذا الأمر لأن الموقف الصيني حتى الآن لا يرقى إلى مستوى هذا المحور، بصراحة أقول هذا الأمر وهو شيء مستغرب، يعني الصين ما زالت خجولة في موقفها تجاه هذا الأمر، لكن معول أن تكون الصين في الأيام القادمة أكثر جرأة في طرح مواقفها، ولذلك يستطيع هذا المحور مع شركائه أن يبرز على الأقل موقفا حاسما يستطيع من خلاله وضع حد لهذا الغرور الأمريكي وهذا الغرور الأوروبي الذي أعطى ضوءا أخضر لكل هذه المجازر التي ترتكب الآن بسلاح أمريكي، بسلاح ألماني، بسلاح فرنسي. وهذه من المفارقات التي يجب على الشعوب العربية أن تراها بشكل مناسب. خلينا هذه المرة، يعني ما في دبلوماسية بالكلام، الدول العربية لا يمكن أن تفعل شيء، هي رهينة الولايات المتحدة الأمريكية وتنفذ سياسات الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة. انظر ماذا فعلت الجامعة العربية في سوريا. لكن الأمر الذي كنت أريد أن أشير إليه، وهذه من منجزات عملية طوفان الأقصى، أنت تتذكر أستاذ رائف كمية التمويل التي صرفت من أجل تشويه سمعة المقاومة، تشويه سمعة سوريا، شيطنة إيران في المنطقة، كل هذا يتداعى الآن. الشعوب العربية باتت تنظر الآن إلى الشاشة لترى من هم الوطنيين الحقيقيين في هذه المنطقة، وبالتالي هناك انتصارا إعلاميا كبيرا داخل الساحة العربية. وذكر الأستاذ عهد هذا الأمر في مصر، ونحن نرى هذه المشاهد في العالم العربي. صحيح، يعني وثائق ويكيليكس كشفت كل المستور، يعني وقالت بالحرف، وقالت بالبنس والدولار كم تم صرفه من أجل تشويه صورة المقاومة في العالم. تفضل. نعم، لذلك أقول الآن تراهن الشعوب العربية الآن على محور المقاومة، هو المحور الصادق، هو المحور الآن الذي يريد أو الذي سيسعى إلى استعادة الحقوق وتجريد هذه الصورة عن الحكام العرب الذين هرعوا إلى التطبيع يا أستاذ رائع. يعني حتى قبل عملية طوفان الأقصى رأينا من المشاهد المؤذية لناشطين عرب ذهبوا إلى إسرائيل وتكلموا بكلام مخزي جدا. الآن كل الرهان على محور المقاومة، والأنظمة العربية باتت مكشوفة جدا أمام شعوبها.